تجري مياه تحت جسر المشهد السياسي في البلاد وتتطور الاحداث لحظه بلحظه في مشهد دراماتيكي تتشابك فيه كثير من الخيوط وتتقاطع الرؤى والافكار وسط مهددات تحيط بالوطن تهدد امنه واستقراره مع فرص ضيقه لعبور الازمه. الفرص والمهددات ونقاط الضعف والقوة مؤشرات ضرورية لتحديد الهوية والوجهة الزمانية والمكانية بالنسبة للحراك الثوري والسياسي في السودان الذي امتد لأكثر من سبعين يوما بحثا عن الطريق إلى الفترة الانتقالية بين بعض من الفرص والمهددات التي صحبت المرحلة ويشير مراقبون إلى أن التماسك الاجتماعي ضرورة وأن فقدانه ربما يقود إلى مهددات أكثر صعوبة من ذلك فضلا عن المهددات الأمنية المستمرة بالطبع المهددات الأمنية هي تأتي في الأولوية لكن تماسك الشعب السوداني وتماسك النسيج الاجتماعي هو افتكر خط الدفاع الأول للمهدد الأمني لكن في اعتقادي أكبر مهدد يواجه الشعب السوداني هو العامل الاقتصادي العامل الاقتصادي هو مربوط فعليا بالعوامل الأمنية الأخرى وبحسب مختصين إن للتغيير مطالب أساسية وإن فرص النجاح فيه باتت ممكنة في ظل توفر كافة عوامله التي جاءت مع الثورة الشبابية المقدرة بين عدد من الكيانات والمجموعات الوطنية مشيرين إلى أنه لابد أن تبدأ هذه المرحلة من النفس ثم تتبعها ترجمة حقيقية لبقية الفرص او معالجه جذريه للمهددات يضعوا في طريقهم لشنو لرؤيه يعني واضحه جدا في سبيل التغيير التغيير يبدا بالنفس اولا يعني آه كما بين الله سبحانه وتعالى لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما انفسهم احنا نطلب من الشباب يغيروا ما انفسهم ثم بعد ذلك يغيروا ما حولهم. ويعد تاخير الانتقال الى الحكومه الانتقاليه مهددا وفرصه، اما كونه مهددا لجهه ان التاخير يبعثر بعضا من الاوراق السياسيه حول المشهد فيما يتعلق بمشاركه القوى السياسيه الاخرى في الانتقاليه من عدمه. أما كونه فرصة بحسب مراقبينا فربما يؤدي هذا التأخير إلى مزيد من التدقيق والتمحيص لتشكيل حكومة قوية ومتماسكة أنه بدلا أن تأتي حكومة فطيرة حكومة لم تستوي يعني أفضل أن نحن ننتظر أكثر لتأتي حكومة متماسكة حكومة فيها توافق كبير جدا إذا كان جاءت حكومة هشة وعادتنا للمربع الأول بتكون العودة أسوأ بكثير يعني من ان تاتينا حكومه افضل تاتينا حكومه متماسكه حكومه وتوافق عليها اذا اتفقت الاراء حول توازن المشهد السياسي من حيث الفرص والمهددات للتقدم نحو فتره انتقاليه ربما ستزداد فيها التحديات اذا اهملت الحكومه المرتقبه القضايا الاساسيه التي من اجلها قامت الثوره وصارت تبحث عن المكاسب السياسيه بعيدا عن معاش الناس رمضان عبد القادر لقناه طيبه الخرطوم